الله وبركاته. اليوم هذا بالدنمارك سوق السبت، هاي يبيعون عسل. هسه اشتريت عسل طبيعي، هاي يبيعون هنا أنا خبز، قبعات مثل اللي عندنا، شلون سوق هرج او سوق الجمعة، الناس سوق السبت، يعني هم عطلتهم السبت. هاي هنا اللي عنده مزرعة مالته خاصة ينزل هنا يبيع بصل، كراث، يعني في الاشياء هاي. هنا يبيع الاجبان. هذا هنا يبيع الازهار. هذا يبيع هنا أسماك مجففة مثلا، مخللات، أسماك بالزيت، أسماك طازجة. هنا ازهار، هنا يحبون الازهار هم، خلوها بالبيوت بالشبابيك بالحدائق وين ما كان. هذا هم هنا نبيع عجبان.
واللي هنا تنتهي سفرتنا اليوم الى سوق السبت. أستودعكم بالله.